برحب بيك يا كابتن هيثم من جديد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وببارك طبعا لكل مشاهدين قناه الاهلي. خلاص بقى رجال النادي الاهلي على بعد خطوه واحده من التتويج ببطوله دوري المرتبط، وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم معي دلوقتي يمكن افضل لاعب في مباراه النهارده طبعا اللاعب مروان سرحان. فبدايه ببارك لك اكيد على الفوز في مباراه النهارده وعلى الاداء القوي، وعايزك بقى تكلمني على اجواء المباريات حين انتوا كنتوا مسيطرين عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها. ألف شكر أنا ومساء الفل على كابتن هيثم. الحمد لله طبعا الفوز فوز مهم طبعا، وأول خطوة في نهاية المرتبط. ماتش مش سهل. الحمد لله الماتش المرتبط الصغيرين كسبوا، قدروا يكسبوا، فهم بيدونا دفعة. دخلنا الماتش طبعا محترمين الماتش زي أي ماتش، ده ماتش نهائي، فدي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الفرقة محافظة على مستواها ومحافظة على الأداء. فالحمد لله كنا موفقين في الماتش وخطوة كمان ونتوج مرتبط إن شاء الله. يعني اكيد لازم تركزوا جدا في مباراه العوده، اكيد مباراه مهمه، عايز اعرف بقى تستعدوا ازاي خصوصا اكيد ما فيش وقت كبير للاعداد. هو طبعا عندنا ريكفري دلوقتي عشان بكره في تمرين وبعده في ماتش، بكره تمرين اكيد خفيفه عشان نصلح الاخطاء اللي احنا حتى لو احنا كسبنا في اخطاء حصلت، فاحنا ان شاء الله بكره عندنا تمرينه نصلح الاخطاء بتاعت النهارده، ونتفرج على الفيديو برده بتاع ماتش النهارده ونصلح اخطائنا. واحنا كده ما بنبصش لنتائج مرتبط، لان مهما ممكن اي حاجه تحصل، ممكن الشباب الصغير ما يكونوش موفقين، ممكن يخسروا، فاحنا ما بنبصش على الماتشات الصغيره. احنا عندنا تارجت، حتى لو الشباب الصغير كسب احنا لازم نكسب، يعني ده احنا بنلعب باسم النادي الاهلي، فما فيش تراخي، ما فيش استهوان مهما كان بنلعب مين. وطبعا فريق سموحه فرقه كويسه جدا وليها احترامها، وان هم قدروا يوصلوا للفاينل ده حاجه كويسه جدا تحسب لهم طبعا، فبنحترمهم وبنلعبهم اكنهم اي اتحاد زمالك اي فرقه كبيره، وعشان كده ربنا بيكرمنا وبنبقى موفقين. يعني زي ما قلت يا كابتن فاضل خطوه واحده خلاص على تتويج باللقب، تحبوا تقولوا ايه لجماهير النادي الاهلي؟ الحقيقه بيدعموكم، وده يمكن بنشوفه من خلال السوشيال ميديا، وطول الوقت بيدعموكم. احنا الصراحه مفتقدينهم في الفاينل، ان هم على طول بيبقوا يعني اللاعب رقم واحد اللي بيقف ورانا، فاحنا مفتقدينهم جدا. واحنا كده زي من اول بطوله المرتبط وعدينهم ان احنا ان شاء الله نحقق البطوله، وان شاء الله بعد بكره نهدي لهم البطوله ان شاء الله. بشكرك جدا واكيد ببارك لك مره ثانيه على الفوز وعلى ادائك الكبير. شكرا شكرا. يعني ده طبعا كان لقائي مع نجم كره السله مروان سرحان، ولسه مستمرين معاكم اكيد في لقاءاتنا الحصريه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو قاسم، بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقاء مع مروان سرحان.